تهمة إهانة الرئيس المصري أصبحت تلاحق الإعلامي الساخر باسم يوسف بعدما أمر النائب العام في مصر بالتحقيق في 12 بلاغا قدمت ضد يوسف. هشام مهران والتفاصيل. باسم يوسف أشهر مقدمي برامج النقد السياسي الساخر في مصر وربما العالم العربي، لكنه ومنذ وصول الإخوان المسلمين إلى حكم مصر أصبح العدو الإعلامي الأول للتيار الإسلامي، فقدمت ضده عشرات البلاغات تتهمه بإهانة الرئيس المصري. جايزة أحسن مؤثرات بصرية. في آخر خطاب ليك استخدمت صباح حضرتك في الكلام فترة نظام السابق. لا مش للناس. إشارتي هذه للخارجين على القانون. يعتمد باسم يوسف على كشف التناقض في تصريحات السياسيين ورجال الدين عبر عرض مقاطع فيديو لهم في مناسبات مختلفة، ما يعطي لبرنامجه مصداقية عالية. مكتب الإرشاد منفصل تام عن قرارات الرئاسة. مستشار الرئيس مكتب الإرشاد يحكم مصر. أما هنا فيتهكم على صراع الإخوان والسلفيين بعدما تحالفوا ضد التيار المدني لتمرير دستور غير توافقي. حر كلمة وجمعت ما بين حزبين، أي مصلحة بين الإخوان والسلفيين، طبقوا سوا دستورهم، لبسونا خبرهم، اكتب الدلال باسم الدين. وفيما يتشكك المصريون في تدخل واسع لمرشد الإخوان المسلمين في أعمال الرئاسة، كشف يوسف مقطع فيديو للمرشد وهو يحاول تلقين مرشح الجماعة للرئاسة آنذاك محمد مرسي. المرور، الأمن، عدم الاستقرار، الإيحاء بأن مصر فيها مشاكل ولن تحل. تدلل منظمات حقوقية على استهداف جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس للإعلاميين بتقديم مؤسسة الرئاسة بلاغات رسمية ضد عدد منهم في سابقة هي الأولى من نوعها، فيما يرى العديد من الإعلاميين أن جماعة الإخوان تشن حملة منهجية ضد وسائل الإعلام وصفة إياها بالمروجة للأكاذيب، رغم أن نفس هذه الوسائل هي التي ساندت الجماعة في مواجهة النظام السابق. هشام مهران، MTV، القاهرة.